اذا حتى ابني فور كوادرنت اوبريشن في دي سي درايف لازم يكون عندي عاده انتي بارالل بريدج، لازم يكون عندي تو بريدجز. فلو عندي السورس هو 3 فيز سورس راح يكون عندي هون 6 بلس كنترول ريكتيفاير وهذول حتى يكون كنترول ديش لازم يكونوا السي ار وعندي هون 3 فيز سورس وهذا عندي هون A B C. هذا راح يكون البوزيتيف بريدج. طبعا هذا بده يدخل له فايرنج انجل الفا. هلا هون راح يكون عندي الدي سي موتور، راح افترض انه هذا يا بيرمننت ماجنت يا سيبرتلي اكسايتد عشان ما اقعد ابلش شغلات الفيلد. لنفترض انه هذا الدي سي موتور بيرمننت ماجنت بي ام دي سي بيرمننت ماجنت دي سي موتور. عندي هذا البوزيتيف بريدج، والبوزيتيف بريدج راح يعطيني بلس ماينس 1. كيف بغير الفولتج الافرج فولتج اللي هون بتغييري ل فايرنج انجل؟ ايش المينيمم فايرنج انجل هون اذا متذكرين؟ 30 درجة بالنسبة ل A أو R، أو 60 درجة بالنسبة ل A minus B أو R minus S. ولو اجينا هلا هون بدي حتى أحقق ترو فور كوادرنت أوبريشن لازم يكون عندي بريدج ثاني شبيه جدا بهذا البريدج لكنه أنتي بارلل. إذا هذول تو أنتي بارلل بريدجز، هذا راح يكون كمان في 6 SCR 6 بلس ريكتيفاير. هون راح يكون عندي نفس الشيء A، A هي نفس A طبعا، وB هي نفس B، وC هي نفس C. هلا في عندي مشكلة، المشكلة الرئيسية الخطيرة ايش هون اعمل؟ بروح اشغل هذا البريدج مع هذا البريدج، إذا لازم أتأكد إنه يكون في عندي ديتكشن كرنت ديتكشن إني أمنع هذا البريدج. هلا هون بنرجع لما بدي أشغل فورورد، لما بدي أحط بوزيتيف تورك بدي أشغل هذا البريدج راح يعطيني بوزيتيف تور، لما بدي اعمل بريكنج شو بشغل؟ او بدي اعكس الفولتج على هذا بشغل هذا البريدج، اذا في اللحظه اللي بدي اعمل موتورنج بشغل هذا، اللي بدي اعكس الاتجاه او بدي اعمل بريكنج راح اشغل هذا البريدج اللي موجود هون، فصار عندي هذول تو انتي بارل بريدجز. احيانا كمان بحط تشوك هون عشان يخفف اي شورت سيركت كرنت موجوده هون، مثلا هذا هون ممكن يكون عندي هون تشوك حتى يخفف من هاي، بس لازم يكون في عندي current detection zero current. zero current detection. اوكي؟ ماشي في اسئلة على هاي؟ ايوه ملحس تفضل. بيشبه نعم نعم كان في عندي تو جروبس حطينا تشوك بينهم صحيح صحيح. بس